بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ دلوقتي البارت الرابع مع الميثود، وهي باس باراميتر. ازاي اقدر اعمل باس للباراميتر بتاعي على مستوى الميثود بتاعي؟ طبعا هنتعامل مع الفانكشن عشان تكون اوضح، ممكن نشتغل مع الفويد، مفيش اي مشكلة. طيب خلينا مرة نشتغل كده ومرة نشتغل كده. التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه هاو، تعالى نكتبه هاو تو باس باراميتر. تمام. طيب انا عندي الاول ثلاث اشكال للباس باراميتر، تعالى نحطهم الاول قدامنا بحيث ان احنا نشتغل على كل واحد على حاجه. الشكل الاول اللي هو باي فاليو، من خلال القيمه 2 باي ريف او ريفرنس، 3 باي اوت كمخرج. تعالى نمسك كل واحد من دول ونبدأ نشتغل معاه. الأصل في الموضوع إيه يا شباب؟ عشان برضو نبقى متخيلين. تعالى معايا هنا كده، إن أنا أقول لك مثلا دي الميموري بتاعك. كده دي الميموري بتاعك. طبعا موجودة ما بين الستاك والهيب. فتخيل ان انا جيت هنا ورحت جاي قايل انت اكس. في الحاله دي اكس ده هو متخزن كقيمه موجوده هنا، مجرد ما اقول له ايكوال 5 فهو هيدي له قيمه من 5. تخيل بقى ان ده الفلاج بتاعه والاسم بتاعه اكس، وانا عندي جوه هنا كده ايه 5. طيب لو انا قلت لك اكس جوه فانكشن اكس بقى ب6، معناه ان هو هيشتغل على قيمة اكس ويخليها 6، ده جوه الفانكشن. طب مجرد ما يطلع من الفانكشن ترتد قيمة اكس للقيمة الفعلية اللي هي بتاعته كام؟ 5. ده معناها باي فاليو. طيب باي ريف معناها ان انا جيت على اكس ده اهو ورحت جاي قايله لا خلاص انت قيمتك بقت الجديدة كام؟ 6. يعني خلاص 5 دي ما عادتش مالها موجود. ده باي ايه؟ باي ريف. بستخدم المصدر بتاعي او الريسورسز مش الفاليو، يعني ما بتكلمش عن الفاليو ان انا اغيرها فيفضل هو شايف قيمه على الريفرنس بتاعه. طب باي اوت، باي اوت معناها ان القيمه بتاعته هتبقى عباره عن مخرج او ناتج عمليه. طيب علشان الكلام يبقى اوضح شويه خلينا نبدا مع بعض نعمل مثال بسيط قوي. هاجي هنا واقول له ستاتيك void sum مثلا او شو whatever، انا بس خليتها شو علشان في عندي sum كتير. end x، قفلت القوس نزلت تحت وبدأ اشتغل عادي. فجيت هنا رحت جاي قايل له انا عايز اخلي x بتساوي 10 واطبع لي قيمة ال x. طيب الاول انا هعمل متغير فوق خالص اسمه اكس، في المينو في عندي حاجة اسمها اكس بتساوي 10. كويس، يبقى اكس في الحالة دي بيساوي كام؟ بيساوي 10. تمام. وجيت تحت في المثال بتاعي ورحت جاي قايل له اكس هيساوي 20. تمام. وعايزك تطبع لي قيمة الاكس. كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة مين؟ اكس. واعمل كونسول دوت ريد لاين علشان يقف معايا. تمام؟ شيل بس الباكسلاش اللي نزلت. طيب في المين خلي بالك انا هبعت له قيمة، القيمة دي بتتغير بقيمة 20 وبعد كده تتطبع. طيب عشان الدنيا ما تتلخبطش تعالى بس نهيش كل الكلام ده ونخليه مثلا لحد هنا كده، وهقول له ده ريجون اسمه ريجون هاش ريجون ونسميه اول كود. تمام. وننزل تحت نحط هنا ان ريجون وتعالى نقفل
البلوك بتاعه ده خالص. الميثود بتاعي بتشتغل بحاجه اسمها اكس. طب انا جيت هنا وعرفت مثلا متغير وليكن دبليو ان، دبليو ايكوال 50، يبقى دبليو قيمته جواها فيها كام؟ 50. جيت بعد كده قلت له عندي حاجه اسمها فويد اسمه شو، قال لي اه ده شو ده بياخد مني متغير من نوع انت، قلت له دبليو، يعني انا مررت دبليو وقيمته كام؟ 50. لكن شو لما هيتنفذ هياخد قيمه الفاليو بتاعت مين؟ الاكس، هيخليها بكام؟ ب 20. مش فاهم، تعالى نعمل بريك بوينت كده ونقف ونشوف هو هيعمل ايه على الان. تعالى نعمل ران، بدأ يعرف دلوقتي الدبليو هياخد مني 50، هو بيقول لي بصفر لان لسه ما تعملوش الانيشلايز. لما انزل تحت دبليو جواه كام؟ 50، يعني المفروض انا ممرر للشو كام؟ 50. طيب الشو هيبدأ ينفذ، فهيقول له ده المفروض القيمه اللي جايه لي اللي هي ال 50 هتساوي 20، يعني حط في القيمه بتاعتك كام؟ 20. فقال له ماشي، حطيت 20. طيب وبعد كده اطبع لي الكام؟ القيمه اللي جات لك اللي هي ال 20 واب البرومبت. ايه ده انا اتفاجئت كده ان القيمه بقت 20. طيب علشان ابين لك ان القيمه ستيل 50 بعد الفانكشن، هاجي هنا واقول له كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمه مين؟ واي. ايه ده؟ طيب وعلشان تبان اكتر كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمه دبليو اس. يبقى انا بوريك القيمة وهكتب لك قبلها كده خليها لاين، تمام، وهاجي هنا او كونسول دوت رايت لاين عادي، تمام، وهاجي قبل الكلام ده زي value before void قبل الاجراء. خلي بالك، ها يبقى انا بقول له انا عايزك تطلع لي القيمه ديت قبل الاجراء. طيب المفروض القيمه ديت هتطلع لك مع الايه؟ مع الاجراء. طب القيمه بعد تنفيذ الاجراء the value after void plus، وتعالى نشوف الدنيا فيها ايه. ببساطة خالص الراجل رن، قلت له اطبع اعمل لي مخزن ب 50 واطبع لي قيمة ال 50، طبع، روح للفانكشن خلي ال 50 20 واطبع، تمام، ارجع شوف لي ال 20 ادي كام. طبعا هو هنا قال لي 50 20، طبعا عشان الريد لاين اللي موجودة في الفويد وقف مستني مني ان انا اضغط انتر علشان يرجع يكمل معايا فين؟ فوق. هيطبع قيمة الواي بعد المين؟ انت متوقع تكون 20. طيب هو طبعها لي كام؟ 50. ايه بقى اللي حصل؟ تعال بالراحه كده ونقول ايه اللي حصل. اللي حصل بمنتهى البساطه ان انت كان عندك مخزن اسمه واي محطوط فيه 50، اثناء العمل غيرنا القيمه بتاعته ل 20. العمل ده المقصود بيه الفويد، يعني الاجراء اللي تم. طيب خارج العمل يرجع تاني يقرا القيمه بتاعته، يبقى هو اتغير جوه البويد لكن رجع قرا من كام؟ من 50. الكلام ده بنسميه باي فاليو، معناه ان انا اشتغلت على القيمه لكن المخزن الرئيسي ده زي ما هو. طيب لو عايز اعمل الكلام ده، خلينا نعمل الكلام ده بس بصوره تانية. باي ايه؟ باي ريف. باي ريف بقى معناه ان انا هاجي على الدبليو ده واقول له لا انت خلاص بقت قيمتك القيمه اللي هبعتها لك انت. طيب ستاتيك فويد هنسميه شو 2 عشان يبقى شو 1 وشو 2، هقول له انت ان اكس برضه، وتعالى نكبر الكود اللي فوق زي ما هو من غير اي حاجه، بس اشيل بس الكونسول دوت ريد لاين بحيث ان ايه؟ ان هي تشتغل معايا على مره واحده، تمام؟ كل اللي زاد عندي ان انا جيت هنا ورحت جاي قايل له ريف. ريف هنا المقصود بيها ايه؟ انت هتشتغل على الريفرنس، يعني اكس دي تروح تشوف مين اللي اتبصاها وتروح تغير قيمته،
بالقيمه اللي جوه، تشتغل على القيمه نفسها، على المخزن نفسه. يعني كاني بعمل ري اساين على المخزن، كاني جيت هنا وقلت له دبليو ايكوال اكس، يعني كل حاجه جوه اكس ما تحطش دبليو وتاخد قيمتها. تمام؟ طيب تعال نشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي. هنطلع فوق وهسيب دول زي ما هما، عشان ديت هنحط هنا كونسول دوت رايت لاين، وهقول له باي فال كويس. ناخد نفس الكلام ده كوبي وننزل بيه هنا، واقول لك باي ايه؟ باي ريف او ريفرنس. ماشي، باي ريفرنس هنعمل ايه؟ بقول له اه انا عندي انت برضو، تعالى ناخد كوبي من الكلام ده كله هنا ايه؟ عندي ان في 50، انا عايزك تطبع لي قيمه في قبل الايه؟ الفويد. تمام؟ وبعدين تعمل لي شو 2، احنا عاملينها شو 2 ولا شو 1؟ شو 2، شو 2 على الفي، وبعدين اطبع لي قيمه مين؟ الفي. اه بس انا عندي مشكله، لاحظ كده لما بدات انادي على شو 2 واقول له في بدا يعترض. اه قال لك لازما لما تيجي تنادي بالريفرنس ما تبعتليش القيمه كده، تقول لي كمان ريف. يعني بص انا لو وقفت عنده كده اشوف بس الايرور، الراجل بيقول لي ذا بيست ايه اوفرلود، بس جوه بيقول لي الفويد اللي في بروجرام دوت شو 2 المفروض تعرفه من خلال ريف انت اكس. يعني انت محتاج ايه؟ تطلع لي كلمه ريف. اه يعني انا لازم اجي هنا واقول له ريف. ليه؟ عشان اقول له انا بشتغل على الريفرنس بتاع الفي، فانا بكلم دي نفسها مش بكلم قيمتها. يعني لما ابعت قيمه في تشيلها، مش القيمه بس هي اللي تتغير في المخزن وبعد كده ترجع لي وتشوف اللاير بتاعها او القيمه الاساسيه بتاعها. طيب تعالى الران كده. اه ايه بقى الاختلاف؟ في الباي فاليو انا بعت 50 بقت 20 وبعدين رجعت للقيمه الاساسيه بتاعها، لان المخزن لسه ستيل هو شايف ان هو جواه كام؟ 50. لكن في الباي ريف انا بعت 50 خليتها 20، خلاص المخزن بعد التحويل بقى قيمته كام؟ 20، كاني غيرت القيمه بتاعه خالص او عملت له ري اساين. تمام كده؟ ولازما وانا بعرف الباي ريف يكون عندي قيمه افتتاحيه. يعني ايه قيمه افتتاحيه؟ يعني ما ينفعش تيجي هنا وتروح جاي قايل لي في دي من الحاجات المهمه جدا. يعني انا لو جيت هنا وعرفت مخزن اسمه في، انا كده عرفت مخزن اسمه في، مفيش مشكله. طيب هاجي هنا واروح جاي قايل له ايه؟ رن، بدا يطلع لي ايرور. طب الايرور ايه؟ بيقول لي يوز ان ان اسايند لوكال فاريبل في، انت استخدمت اللوكال فاريبل في من غير ما تعمل له اساين. ليه؟ ما هو انا شغال ريف. قال لك لا، الريف لازم تعمل لي له ايه؟ ري اساين، بعكس الحاله الثانيه اللي شبه الريف اللي هي الاول. يعني انا لازم مفترض عليا لازم اجي هنا وادي له قيمه، القيمه دي هو اللي بيشتغل على الريف بتاعها، لازم يتعمل له اساين. تمام؟ طيب تعالى نشتغل على الاوت كده اخر حاجه، وهدي لك مثال احنا بنشتغل بيه اوت اصلا. فكره الاوت ان انت تخلي الفانكشن بتاعك تشتغل وتطلع لك انواع من الداتا تايب مختلفه، او تبقى فيها اتنين. بمعنى لو انا جيت دلوقتي وقلت لك استاتيك فويد، خلينا نخليها شو 3، شو 3. تمام؟ وهاجي هنا واقول لك ان اكس، هي مفيش اي تغيير، صح كده؟ ما عنديش اي تغيير. بس انا هاجي هنا واقول له والله اكس بتساوي 10 زائد 5. على فكره لو انا استخدمت 10 زائد 5 في اي واحده من اللي فاتت هياخد 10 وعمره ما هيبص للعمليه، لكن علشان يبص للعمليه بقول له هي عباره عن اوت. يبقى كلمه اوت دي معناها ان اكس ده هيرجع نتيجه استخدام المين ليه؟ شو 3. وبعد كده هاجي اقول له كونسول دوت رايت لاين هتطبع لي قيمه مين؟ الاكس. تمام؟ طيب تعالى نطلع فوق كده ونبدا نشتغل على اليوزنج بتاعها. برضك هاخد كوبي من الكلام ده كله وهبدا انزل تحت هنا، انا نشيل الاثنين واحده زياده. ها وهاجي هنا واقول له احنا بقينا بنشتغل باي ايه؟ باي اوت. باي اوت يعني قيمه خارجه. طيب هنا هنقول او
انتو او 50، وانا عايزك تطبع لي ال50 قبل وال50 بعد وال50. طبعا انا مش محتاج الكلام ده، لان انا ممكن اساسا 50 هتبقى متعرفه كده، فانا مش محتاج السطر الاولاني. ليه متعرفه كده؟ انا جبت مخزن وعايز انادي عليه، خلي بالك هو هنا معترض لان انا ما عملتوش ايه ابلاي. طيب لو انا خليته اوت، الاعتراض فين؟ ها هو بيقول لي دلوقتي المفروض ان انت تمرر لي قيمه مين؟ انت، صح؟ طيب المفروض ان الكلام ده كله بيساوي مثلا او، او بيساوي كل الكلام ده، بمعنى ان كل اللي هيطلع ده هو هيروح لمين؟ لاو. قال لي بس انت شغال على شو 2، وشو 2 دي تبع الريف مش تبع الاوت. اه انا هخليها 3 كده، الكلام اتظبط، والمفروض ان الاوت بتاعي هيتحط في قيمه ويبدا يشتغل عليه. طبعا اكمن ان انا هنا عاملها فانكشن، فانا المفروض ان انا ايه، هعمل مخزن ياخد القيمه بتاعتي. فانا قلت له انت او بيساوي شو 3 اوف مين؟ اوف ان. طيب علشان اعمل الحكايه دي هضطر ان انا اغير بدل void، لان هو هنا void، هخليه من نوع مين؟ ان. يبقى هو بيريترن ليا قيمه. طب فين القيمه اللي بيريترن بيا؟ بلاش، خليها void عادي مفيش مشكله، وهخليها اوت انت اكس، و اكس بيساوي 5 بلس او 10 بلس 5، وهاجي هنا اقول له اطبع لي قيمه مين؟ الاكس. نرجع بقى في البيت في المين، اند او، او بيساوي شو 3 اوت مين الان، واطبع لي قيمه الاو بعدها. طب هو معترض ليه؟ هو بيقول لي المفروض ان انا عندي اوت ان كانت امبليسيت كونفرت تايب لفويد تو ايه؟ تو انت. المفروض ان هو الفويد ده هيرجع. طيب انا لو شلت القيمه دي كده خلاص الفويد كده شغال، انا مش محتاج ان انا ايه اقول له ايكوال، لان هو مش فويد، مش فانكشن. اتفقنا ان الفويد بينفذ مره واحده وخلاص. طيب انا نفذت الفويد بتاعي، يعني المفروض ان القيمه دي اتاخدت ورجعت في مين؟ في الاو. تعالى كده بقى الرن، في الاخر خالص راح جاي قايل لك قيمه او 15، ده الفويد اشتغل، وبعد الفويد قيمه او 15، يعني جمع. طيب يمكن المثال الاخير ده ما بيبقاش واضح الا في الاستخدامات. يعني ايه في الاستخدامات؟ خلينا نعمل مثال كبير شويه نشوف فيه طريقه التعميل التمرير من خلال الفانكشن كامل. طيب قبل ما نروح للنقطه دي خلينا نعمل ريك على كل الكلام ده، او كومنت وهسحب كل الكلام ده قط كده، احطه في الايه، في الاولد كود ريجن، وابدا اقفل الريجن علشان يبقى مساحتي فاضيه كده، اقدر اوريك حاجه تانية، وهي عايز احسب المرتب. الراجل بياخد مني كونسول دوت رايت لاين انتر، مثال بقى عملي يوريني اخر عمليه دي، انتر يور سالري. الراجل هيدخل السالري بتاعه اكيد هيبقى ان، تمام؟ فاجي هنا اقول له دبل، اسف هيبقى دبل، دبل دي ايكوال دبل دوت بارت للكونسول دوت رايت لاين، كونسول دوت اسف ريد لاين، ها، ونقفل القوس ونجي له سيمي كولوم، يبقى انا خدت المرتب. طب انا عايز فانكشن بقى تشتغل على المرتب ده، فهاجي هنا تحت وعلى طول تبقى الفانكشن قدامك، وانا حتى بكريتها، وهاجي هنا واقول له ستاتيك فانكشن، فانكشن من نوع دبل. طب الفانكشن دي بترجع بايه؟ الاول هي بتاخد مني اسمها نت سالري. طيب السالري ده بيتحسب ازاي؟ خليها كلمه واحده، ها، نت سالري. المفروض ان هو بيجي دبل سالري، وابدا اعمل عليه مجموعه عمليات، تمام؟ طيب
المفروض ان انت كمان هتبعت لي، بص كده، هتبعت لي كمان التاكس، قيمة الضريبة، تمام، وهنسميها تاكس. طيب انا همرر لك كمان في الميثود بتاعي حاجة اسمها دبل تاكس. قال لي ماشي. طيب انا عايزك تحسب لي المرتب، فقلت لي والله سهل، هعمل ريتيرن للسالري ناقص السالري مضروب في التاكس، ما التاكس كده نسبة مئوية، تمام؟ قلت لك ماشي. طب أنا لو جيت دلوقتي وحبيت أشتغل بالكلام ده، فهاجي هنا وهقول له كونسول دوت رايت لاين، هشتغل بفانكشن، فهقول له النت، نت سالري، فتحت قوس، قال لي اديني المرتب، المرتب الأولاني في دي، اديني الضريبة، الضريبة في مين؟ في اكس. شكرا، اقفل بس الكود بتاع الكونسول دوت رايت لاين وابدا. طب تعالى نعمل رن. جيت هنا قلت لك المرتب بتاعي 2000 والضريبه 10%، اللي هي واحد من ايه؟ واحد من 10. طيب لما اجي اضربهم في بعض، فضرب واحد من 10 في 2000 فقال له 200، طرحهم من ال 2000 فقال له 1800، وانا كده عملت الانقطاع. بس انا ما عرفتكش القيمه الفعليه بتاعه التاكس، صح؟ لا، ما عرفتش القيمه الفعليه بتاعه التاكس. فجيت هنا رحت جاي قايل لك كوما كده، اوت، اوت يعني حاجه كمان هتخرج مع الفانكشن، اوت ايه؟ ريال تاكس. وريال تاكس دي من نوع انت، هو دبل، احنا كده شغالين ممكن تطلع معانا دبل، فخليها من نوع دبل. طيب المفروض بقى الأستاذة دي تطلع ازاي؟ يعني الريتيرن بتاعها يجي منين؟ ارجع بقى للشكل القديم، احنا لما كنا بنحب نطلع حاجة كنت بقول له ريتيرن وخلاص، صح؟ طيب ما تيجي تشيلني ديت كقيمة ازاي؟ حاجة اقول له ان الريال تاك عبارة عن الريال تاكس، هي عبارة عن التاكس مضروبة في مين؟ صح؟ معاك، تمام. يعني اضرب التاكس في السالري يطلع لي الريال تاكس. طيب وبعدين اطرح بقى من السالري مين؟ الريال. احنا زودنا معامل، لا ما زودناش معامل بس، ده كمان بقت في امكانيه ان انا اقول له وانا بطبع له المرتب الفعلي انت كانت قيمه الضريبه كام من خلال النسبه. ازاي؟ ارجع فوق بقى، لانه بدا يقول لي انا محتاج بارامتر كمان تاني من نوع اوت، بس الاوت ده ما ينفعش امرر له بارامتر، ده انا بمرر له اسم مخزن فاضي عشان يحط جواه. فهاجي هنا واقول دبل دبل ار تاكس اللي هي الريال تاكس معايا، بس كده انا كده عرفت ايه مخزن. طيب انا عايز احط في المخزن ده القيمه، فرحت جاي قايل له اوت، يبقى القيمه اللي هتخرج من الفانكشن ديت تتحط في الريال ايه؟ في الريال تاكس. كده انا مررت قيمتين يتضربوا ويتجمعوا ويتقسموا ويرجعوا بقيمه، وقيمه من ضمن العمليات ترجع لي اصلا، يبقى كده الفانكشن بتاعي بقى تو فانكشن بسبب الايه؟ الاوت. طيب ورينا الكلام ده لو انا حبيت اطلعه في كونسول دوت رايت لاين بشكل ايه؟ كويس. هاجي هنا واروح جاي قايل له ذا سالاري از، واروح جاي قايل له زيرو فلاش على ان، وهاجي هنا واقول له مثلا نقطتين هنا، وهاجي هنا اقول له ذا تاكس ان برسنتج ايه فين فوق بعض 1، وهاجي اقول له سلاش على ان، ان ده ريال او تاكس فاليو، قيمة تاكس از، وهاجي هنا اديله 2 سلاش على ان، اقول له ده نت
سالري از، وهدي له 3، وهاجي هنا اقول له كوما، تعالى نحط بقى القيم بتاعنا كلها. المفروض ان الدي ده السالري، المفروض تاكس ده الضريبة، المفروض قيمة الضريبة ريال تاكس كوما، وآخر حاجة هاتلي ده كله كوبي كده، أو ممكن أخده بقى في فانكشن أقول له أخده في متغير وأقول إن دبل إن سالاري إيكوال الكلام ده عشان يبقى كله متغيرات، واجي اخد ان سالاري هو ده اللي هيتحط في الكومه الاخيره. يبقى انا كده ده 0 1 2 3. تعالى الرن، المرتب بتاعك 2000، الضريبه 1 من 10 يعني 10%، فقال لي المرتب الفعلي 2000، الضريبه بالنسبه 1 من 10، الضريبه الفعليه 2000 يعني 200 جنيه، المرتب الأصلي 1800. وعلى فكرة احنا بنشتغل بالأوت، بس انت ممكن ما تكونش فوكس على النقطة ديت. على سبيل المثال لو انا دخلت لك قيمة مش مظبوطة هنا هيضرب معايا كل الكلام ده. يعني انا لو عملت ران كده وبدأت ادخل قيم ورحت جاي حاطط فيها حروف وضغطت انتر، الابليكيشن بتاعك قال لي ان الفورمات بتاعه مش مظبوط. اهو تاني اهو، وضغطت انتر بس الايرور قال لي فورمات اكسبشنز ووز ايه ان هاندلد. طيب الكلام ده مردوده ايه؟ ممكن اشتغل بحاجه تانية. ايه هي؟ ان انا هسيب الدي ده كده زي ما هو وانزل تحت وابدا اقول له دبل دوت تراي بارس. ايه الفرق ما بين تراي وتراي بارس؟ تراي بارس لما بفتح القوس عشان اشوف انا هبدلها ايه بتقول لي اديني السترنج اهو، طيب وبعد السترنج كومه او الدبل ريزلت. يعني هنجرب لو كانت فعلا اللي انت مديهوني ينفع يكون دبل هرجع لك قيمته دبل في مين؟ في متغير اوت. طب ما انا لو اديته دي معنى كده ان انا عملت ايه؟ طلعت الاوت، بس دي من غير اوت مش هتطلع، فهمت؟ ها يبقى تاني بقول له يا دبل انت هتجرب تحول ده، لو نفع يتحول حطه يعني طلعه اوت في المتغير اللي اسمه دي اللي فوق ده. طيب بناء على ذلك ايه اللي يحصل؟ هيشتغل. طب لو انا بعت له سترنج ما ينفعش هيطلع لي الديفولت بتاع دي اللي هي زيرو. يعني انا لو جيت دلوقتي واديته اي اسماء كده وضغطت انتر والتاج مثلا زيرو، هو جمع بناء على ان التاكس بتاعك قيمته صفر لانك انت بعت له رقم، بس ما حصلش كراش او ما حصلش ايرور يطلع او اكسبشن هاندلنج طلع معايا جوه مين؟ جوه الابليكيشن بتاعك. كل ده بسبب ان انا استخدمت الباس بارامتر باي او. وده كان الشرح بتاع الباس بارامتر. يبقى تاني عندي باس بارامتر باي فاليو وباي ريف وباي اوت. الاوت هو الوحيد اللي بعرفه من غير قيمه، لكن الفاليو والريف لازم قيمه. الفاليو بياخد القيمه ويشتغل عليها، الريف بيشتغل على المخزن نفسه بيغير قيمته، الاوت دي حاجه من جوه الفانكشن هترجع عندي في مخزن فاضي كريتيرن اضافي للفانكشن بتاعي. محتاج بس ان انت تجرب على الموضوع. هعمل لك مثال اخير بس عشان يبقى واضح مع شغل الاري. لو انا جيت هنا وقلت لك عايز اعمل فانكشن ستاتيك void مع sum، طب sum دي بتاخد مني ايه؟ بتاخد مني out end sum comma end of void. كده الدنيا وضحت. انا هيبعت لي array وانا هرجع بالسمشن بتاعها. يبقى انا كل اللي انا محتاجه ان اقول له ان x بيساوي 0 وهبدا اعمل فور ايتش، ممكن فور على فكره،
لان انا معايا واي، فممكن اجي هنا واقول له واي دوت اللينث اللي كابيتال بس. طيب وفي الحالة دي هقول له x plus equal على y of i، وفي الأخير هريتير قيمة مين؟ قيمة ال x يبقى أنا كده قلت له أنت هترتبني لي قيمة مين؟ طيب احنا عاملين void، معلش انا هخليها end عشان return هنا ايه تكون شغالة static end sum out. لا انا مش محتاج حتى مين الكلام ده كله، انا كل اللي انا محتاجه اني اجي هنا انا محتاج ان انا ارجع بالفيو، انا هرجع بقيمة مين؟ تعالى هنا هقول له sum equal x. ده معناه ايه؟ ان x هتاخد قيمة مين؟ او x هتتحط في sum. هنا ممكن اخليها void اخليها void تمام، وكده اكس هترجع لي في الريتيرن. يعني انا كده عامل زي فانكشن بس بشكل البوينت. تاني كده بقول له انت هترجع بصم، صم دي عباره عن مجموع الاري وهريتيرنه في الايه في صم. تعالى نرجع فوق خالص نوقف بس دول كلهم وتعالى نشتغل. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان هاجي هنا واقول له ان اوف اكس هتساوي مثلا اي ارقام بقى، يعني 10 20 30 تمام. طيب بعد كده هبدأ اقول له ان ريزلت، ده المخزن اللي هستقبل فيه هستخدم فيه الداتا. وبعدين هبدأ أقول له sum، أنا عايزك تجمع result كوما لي x تمام. طبعا نسينا نحط هنا مين out، يعني ديت هتخرج بقيمة تمام. وبعدين كنت في الديفرايت تايم كنت محتاج ان انا اقول له هنا اطبع لي قيمة اكس، ما اناش محتاج، انا كل اللي انا محتاجه ان انا اقول له كنت في الديفرايت لاين لقيمة ريزلت، خليها فوق احسن. يبقى مررت القيمة، عملت مخزن فاضي، قلت له اجمع وحط لي في المخزن، اطبع لي المخزن. لما اجي اعمل ران تمام 20 و10 و30 60، يبقى هو كده جمع. اللي انا عملته في الاخر ده void بس بشكل مين؟ بشكل الفانكشن، كانه بيعمل ريتيرن بس من خلال مين؟ الاوت. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الفاست باراميتر، عايزك تشتغل عليه كتير، هو سهل بس محتاجين نكرر عليه كتير. كده انا خلصت معاك فكره الميثود، كانت عباره عن اربع حاجات: الفويد، الفانكشن، الكي ووردز اللي اسمها باراميتر. وبعد كده اتكلمنا عن الباس ارجمنت اللي هي باي فاليو باي ريف باي اوت. ارجو ان انت تشوف الاربع فيديوهات كتير عشان يتاكد عندك الكونسيبت ده. بعد كده هنبدا نتكلم مع الهاندلنج ونشوف باقي الفيديوهات بتاعنا. نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.